الزخم يبغى ونحاول ما امكن انا خمان ذا ان راسل الصحف ان راسل الاعلامي كيتجنازي شريف اللي يخدم شي النظام السياسي اللي يخدم المخزن حماده سنه ديال التغطيه مرات كاين شي التغطيه مساله ثاني تي رغم انه غنغلو الوسائل والله الحمد انه غابي مش غاصل الهاتف اللايف اللي نحقق الحمد لله وصلوا الرساله لنا ولكن يتحملون المسؤوليه لنا الاثنين لان الاعلام وانيتي الكشف الحقيقي حيث السن واش اعلام يخدم المصلحه العامه ما يخدم الاجهزه القمعيه المجرمه الديكتاتوريه ولهذا اناشد كذلك من هذا الموقع لاخواني كي جان اوروبا ادورنا الشوارع امختفون نهار نزكالو قشي السميك اللي توقع عندها توقع كنغ جرائم توقع كنغ ارهاب تمارس تخنون النظام السياسي القائم في البلاد ايا يتما افغم اوروبا ضغطم المؤسسات اللي كتجد مثال الدولة المغربية ما معنى غايبة الله قل وقت من تفرغ الشارع ختينا نغطين عاشي تاوين انت اثيوبيا وهذا رموكا وهذا رموكا ما معنى توفرغ توفرغ غايبة الله واش كنت تكون طلب المطالب الحقيقية انه تينا الحقوق ختينا نعاشي الحديد قل هذا يوفرغ 2 مليون لان الفرص العمل وهذا رموكا يعني النظام السياسي القائم في البلاد يجهلنا ومرحبا بالموت ان كان في سبيل تحقيق الحقوق وتحيه نضال الجنة. المتواجدين في كل بقاع العالم المجد والخلود شهداء الشعب المغربي البطل وعلى رأسهم محسن بكري المدخل اينو عتاس تي الشام غاس غاني كنف على اساس مشى مختواري وريختي الشا انا الاوان ان كفوس كفوس اقوى يويا اني لا للحقرة لا للظلم لا للارهاب ثانيا امختواري اختي الشا غاتيري وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية التي لم نرى منها لا عدلا ولا شيء من هذا القبيل مرة توفرنا الشروط نتوارى غير خفنا مليح يعني أميا سماسي خثانيتين وفرنا الشروط أنك مسيرة في اتجاه المرسى لحقاش يتوقع ذيني من يتصور عقل البشر ثانيتين بالنسبة بالنسبة للذكرى الأربعينية من خصها غادي يريج التعبئة لما لا أن كلشي تشرد لنا نعرف مرة غادي نمشي من الشورات من التعبئة تنوقع خيضان منوفة كودي جن من غير المهم كودي جن من وسائل غاز مسغايا بالنسبة غير مخزن خصها يكون ما تسلمي تما بأنه اتسكاردي وذان كودي جن ما اسمهاش غادي غاز ايوا شو غادي يطرح شي راح يتساق كدسا وتكسا المهم هو شيء من هذا القبيل اللي يطرح دي اللي يتكسا ايوا قاش نغنى ايوا واش نقان يخسر بنادم هذه السن ميكي كور وتحيه نضاليه هذا غاكر وخ مخصك تاعنا تحيه نضاليه وما تنقص زكريا هذاك شغواري وما تنقص مرتضى تحيه يتما مره سيدو الشا تمني غناه المسيره الوقفه زي المحكمه لاخر شيء المسيره تاع هرموي راح يمكن الظن الوقفه التويش الوقفه المحكمه الابتدائيه ما يستشهدوا مثلا محسن فيك بالنسبه للاربعينيه تمني الاخوه هذا يوافقا انه اللجنه روخ اللي غايقن الاعداد الاربعينيه اللجنه الصلاحيه شنين اكسيري دراي جنزو خدم من غصه كان المونذ أنا نبدع الأشكال مخصصة عندك الأربعينية مخصصة عندك المحشد يوضح بشارة سن زي مكون مكان بالنسبة للملف المطلبي أكرر عاد نجي والو قل الملف المطلبي
ما لو نفخش شي لجنه غتفاد نعلن مقترحينه لو زي السال 40 يتف غنغ يجن الوضوح ديال النقطه ثانيتين من المطلوب بعد السال 40 خاص نعلن بعدا ونبقى شي ملفي باللعين ما خاص نعلن ديال 40 على الاقل تنفض شي جن مسريف قنعاني ونقادين قال لي نايم سين اول شيء انا قلت لجنه غيقن الاعداد ديال 40 ثانيا تاكد خاص ما وجي ونسمي وثاني غيقن الاعداد ديال الملف المطلوبي كانت عياوه ام غاسن ديال وري اعلان مع تحياتي في ما كلشي ان عانوني وما غاديش يشد الدفتر السيد واحد على لقاك من غارير مي غيخسر الدراري جارنا ان في غنفطر الحمد لله غنصي لواد ان كاناري زيرو وتحيه نضاليه تحيه نضال اليوم اثنا مرتضى شغا وري منعم باش السوري يتمرغ نشمي ديال قومة ناصر الدراري قناة كيسمية جيمية. انت راه بو خواري من المومو داخل. باش ودي تعاود شي. زعما مين ديالنا قاية كيسمية جيمية. باش انا غيبقى تصعيد بدا فهمت نشري تصعيد الشجاعة ونصاب شحال هنا غنقول غوتا تصعيد نقاريت روخا ذني المعسكرات ديني يتقوى من روخ سلمية نزو الحقوق نتاع ديني ديكتاتوريا نرمز والطرف الثالث كيتجاني حس من المعركة هو الشعب. الشعب يقصد يظهر مي يطرح ما قوى ما قوى ليس غادي يظهر الشعب تفونديك تفون كلشي كاين وقتها مثلا امون عين باش اش ذكا هو وقت قطس اللي هو وري باش اش ذكا هو باش اش ذكا غادي ثلاث دقائق التسيور ديك سموخ خسر غانغ نعمل شي ديال الطبيعه نشكل ندوز غانغ ما الجدول الاعمال التسيور كاين نقطه ثانيه يلا السيور السيور غادي وريني قلت شي شي وريني ديري دورني ريت جنين وخنا ينقاد صعيد يخسى الى جانب من الشجاعة مثل السوار الوقفات الخروج المسيرات انا واحد الرمويات ناري قاع من ينقى ونقل اشكال نظني كي جات صاني راه كلشي المواطنين قاد نقل القضيه هي انا نقر خدمت في كلشي واخا ديال ملي جا زاريت نخذ الكراكيز نقتي بس نقر خدمت نقابه بحرين خصها الخدمه النقابه كلشي الجمعيات كلشي الاحزاب المسؤولين المنتدبين اي واحد دانيتي اللي فهمتني كي تحكمن ايه قلنا خذ مثل سمين تقام قيمة نية نركز نعيب قام ملف مطلبي الزارة وملف الحقوقي عادي خدم شوية شوية وانا يخصد ناقشك يخصد ناقشك الملف الحقوقي نركز يا عبان حوايج نبدأ زقي محسين تحنمو دونك التحقيق المغاسي يقول تعاوز شي مانية ذا غنقيم ويستنين الملف الني الظاهر العسكري السمي قال ان الحوسي ما وحدس يجي جنخص ظاهر يتبع يتعيانيت انها مدينه عسكريه يعني العسكر غادي فاشي دز قانوني الوحيد يعني الخطاب اللي قال المنتخبين داك الحسيمه النظام وافي تخسي المخزن انه يتسدغس مالك يتسرى باش تيح رانسرين راه حد زي الحقوقيين ما يصغوش هذاك الصد الظاهر العسكري خ الحسيمه يعني الحسيمه وتكين الطفي سبتة وتكين الطفي مريت وتكين الطفي لاسكناريس وتكين الصحراء كاين تكين الحسيمه ثاتم زجاروت ثاق سكس نقيم بمية في سنة أكس نقيم ولكن جوان طالب هذا تري حسيمة منطقة من كوبا أن طالب جهوية سياسية حقيقية يكون شي المناطق التاريخية أمارفة مقرى متعدد العواصم تري عاصمة اقتصادية طنجة معلش تري حسيمة عاصمة سياسية عاصمة ثقافية تين والجهات نظلم أما من كوبا حوما غادك سن الضرائب وها حوما دير الاستثمار تستفد نزكس نفس الأعيان يستفدنا غارو ملف ويسراثة رموي التحقيقات ذكورشي انسن الحقيقه كيما نيت وحاسب المطورين كي اي حاجه دي غير موي ويصاب على الملف كي جاكسكس نقيم العقار ديال حسيمه قادينا من زيت عيشني العقار ديال حسيمه مخذو قاي ماركيز دي كوفا مخذو قاي حي المنزه يمين ادور يا سيدي عابد ايبادس مجموعه الملفات العقاريه باش نسمي كاني زوران فاسد داك المواطن الاربعينيه دينا يتمثل كي قناه الجا يوم العالمي لحقوق الانسان ديني ني قناه نقيل غايس ديني ني قناه نقيل هاني نس ذريه من كلشي حتى شغاي المناشد طام قرنتي محضان اي محضان نو اي غانغ كي ممكن نظن كي واش داك تي توان كي ممكن نظن ادا وانا كي نصب التناقض ونزي الصغايا 40 يوم وتجينا نترجى القهوه في زيت طلاب نترجى القهوه في زيت غيبوش زيت سوس زي اربا زيت دار بيضاء زيتين ولكن الدراري نا هذا ساكن خدمن اي تماثنا غوروبا اني كي الصور نقعشتو اني يا اما دعاون نص الصف يا اما دهوان ذاني تني تتقن يا اما سويين دين يا اما جمع الصاف نسن مشى المغرب قاع دين طرق بزاف من النظام راه القيمه ما بقاش يقرا منطقه عسكريه وتجوش حاله عاديه ف يعني قال الاربعينيه سيتي مو مرخص السيور قد تعبئات قال اشكال
والسيتي مو باش تنصد انه كلشي مواطن يا قناتنا نركز في الدعوه ناني بندوز نديش مرار ايبان دوز نديش مرارين قناه بعادي تلاقاتي الصصقه شكسموني الجمهوريه ني وني دبازيق ني وني المغرب الصصقه الصارع ماشي غاش مراني نضا كلشي مارا حتى وني اش مرات انا وذنك الاشكال ما غلا كورنا كورنا غا 10 تجيله تاع 90 تاع 10 دقائق دقيق فونس تحيه نضاليه يعني متعددين الصلاعيلات من غير قناه كاين نسخن الكوتشي مزيد مزيد الشغاوات الشغاوات يوم تنو بالطاب واش عندها ديس جيت انا بال باش نترقل بزاف انا تسمعني انت ديس جيت انا وبعد غير انت مره ما باش تنقل مو ماشي سيو شويه جيت اخويا سبحان الله سمح لنا رقم ولا استيها يعني هو المختوري غادي يوقع غنسمو ثلاثة ديال النقط كج النقطة غنسلو شي الجواب غنغد النقطة ندوز الشهر يعني مغصاي الشكل ندوز الشهر غنغد النقطة اللي ميت في المطلبي غنغد النقطة الذكرى الأربعين فينا فينا سكول شان تنسمو كج الهدف ديج أنك ضربو عصفورين بحجر واحد مشنين بدون الشعارات بدون أي حاجة ملاح نقهر نبلاق من قاعد صامتين قابي سيفاني هاي يخوان قال اعتصام قساحة زينها زيدوز الشاح حتى الأربعينية يمكن أغانغيري يجن تحقيق نشيل الهدف ومختوري الملف المطلبي غانغذاني تيق الإدارة وسام شحار الملفة المطلبية زي 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 الاستقلال قاعد الملفة المطلبية وينا يخصيد نيج المطلب وجس ذوك شي يينا غاسن ثمن واش ربي العالمين اخذني اخنا غيثني جمع ربي العالمين انا لازم يسكت السوق وجا عاد سنطر مي سنطر فينا حياتي مني غير مالي غادي يستمر تسريغ الوقفات قاتل الوقفه هذا قاوا الجو الاجتماع قاوا الوقفه زعما شحال تبارك الله غا مالي وها غنكشي مالي عاد من توراك الساحه ومن عاد من توريق كيشي مكان مغريب كما ذا ضوضن أقا نشوف في ميز دغانية غريد وفي ميز دغانية غير تستوب باش تخضر هذا يعني ديني وذان مراك حتى ذا فن أشكال تصايدية أنا بدنيش أنا داس نوخا خيضة أنا داس الخير غما أنا داس الخميغ ما ولكن في شرط هذه رمانيني هذه أنسني لان قواج الخطوة يعني تصايدية ولكن مرا نتوارى بان مرا ينتراجع ذاك نتناقض ذاك سوايا ويا انت كذا قسقا تما تفنك كوغا الفشل اذا التصعيد ضروري تما هذا يوقع الشكل التصعيدي الشكل تما مخ 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 غنسكود هنا ولو بالصمت قاو تجي حتى لك الشعارات ثانيه قاينا في السكود غا الصمت نهار وتحيه نظريه الأربعينية موسقا بالنسبة للنشاط نتي وشا يعني الجمعة أمو نزراغ الأنشطة اللي كلشي قعدان إبداعية شي حاجة يعني المسيرة الشموع المسيرة الشموع الورود واقتراح ختي وشا أنك شي إبداع نقاغ نقجب الصمت نقجب الشموع نقجب الورود نقجب كلشي ما هو ديك الصلاة أنك الصلاة عندنا وإذا صفات كلشي عندنا خنصفا غاد ناوي شي حاجه كنت داز هذه ديك المسيره نقدج بيج حاجه نغني هذه لي جنه وعند التصعيد ثريتين ديج الحاله بالنسبه للتصعيد لما لا وناني رحد هاك الجمعه هاني الاعتصام مؤقت هذه لي نين سوايع يعني ثلاثه سوايع يعني اربعه سوايع نهار رحد الاعتصام مؤقت بالنسبه للاربعينيه الاربعينيه مش افضل اني اقترح لجنه محددة الأسماء أتوجد في الأربعينية كل اجتماع أدي تاس أدي سلوسة ما يولون مقترحات نسم وكيف كيف واخذ مواسقة الملف المطلبي الملف المطلبي هذه رجل لجنة واضحة المعالي مكس فران 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 أستاش أنا مهم ذو وانا ذا تسوجد حما غنجز ولكن كل رجل تخزاق ويا يمكن ونطيوش في الملف المطلبي
وتحيه نضاليه. حيا غرمه الغشاري. هيا يا جماعه بلاد التصفيقات. هيا يا جماعه بلاد التصفيقات. شنو اللغه تيشلموا دخلتنا المقترحات لنا وتجي شي نقاد شي حاجه باش خاصنا نصفوا. تحيه غايف مثلا بحراره اللي تدخل كلشي. هذوك الشغاوار هيو مثلا محمد المجاوي. مهم تحيه نضاليه مجددا للاخوه الاخوات الحاضرين قل جمع العام. مش المقترحين بالداخل الذكرى الاربعينيه. مش اقترح ايثما غسويثما على ان الذكرى اتصادف هذا اليوم العالمي لحقوق الانسان يوم السبت 10 دو جنبير. اتو شيج الصداقي على يقين صدنين نتمنى جميعا اني حضان ذنيتي يوم وخنجا نتمنى على انه ونقيش الذكرى اتو شيج الدرس العالم ككل وقع على انه الفطره 15 يوم اتيري كافيه باش تنطلق التهبئه بشكل شامل بشكل شامل قاغ المدن الجامعيه قاغ تطوان قاغ طنجة قاغ المناطق المحيطه بمدينة الحسيمه باش نري هاد النهوه جميعا ينهارني السبت انا وش الدرس الدرس النظام السياسي نغان غداك المواطن وانا وش الدرس كلشي المتتبعين نتبع الحراك الشعبي وهذا مقترح اكس ناذن وازا على اساس انه هو توفرز الجنا للاعداد الذكرى الاربعينيه تير المهمين فقط لاعداد للذكرى الاربعينيه من ترى الخطوات نغانيكي الذكرى من ترى الشعار من الذكرى الى غير ذلك للعمليه انطلاق التبيه قا بالنسبه للذكرى 40 يوم بالنسبه لذوز الشهر قا غيثما بطبيعه الحال وقت شكل نضالي لكن نشني الشكل النضالي وتجيبو زعما تنحق خطره وحده وتجي شي زعما انهم هيميين او استسلاميين او مغاربه او شي حاجه من هذا القبيل لا نوزن خطواتنا باش انوض من نزو باش انوض من نزو تجي واش نحق يويا وبالتالي قام هي من الجمعه الرمزيه ينس ممكن توخل دائما اشكال قا يمكن ما راه هو ثم خنجان كغار عند ساعه المحكمه الابتدائيه وقفة رمزية للمحكمة الابتدائية أتنزنز الأسبوع نظن أقيم التفكشن المقترح عليك تزي خويا نصائل غير ذلك إشراك الميناء الجمعة النيطة عاس تقل عاود وقفة نظن أتقل غير مويي والزما يمكن أنك مسار نقص 10 كيلومتر نتذواقين دين دي غير ذلك الحجم نغانو وتجي الجمعة نقيمة جاني ريشتو ياوها ولكن قا على أساس أن الرمزية ثانيتين الجمعة هي الجمعة نظن اكذوش الزخم الزخم يذكرني 40 يوم قيتينا نقطه من الظن قاغ الملف المطلوبي الجميع يتخزات غانا من طعنا عند المطالب عند غان الصوفه قي المطالب عند غان الصوفه قال اشراك الساكنه اذا خصنا غنخدم نخدم ينزو انا نخدم ارواض نخدم الماسين نخدم ذاكيش نخدم من يحليفه نخدم يسكن نخدم نخدم المنطقه نا باش نصوفو الملف المطلوبي قا على اساس انه تحدا جار وقت لذلك قا يجيني غير مطالب نجا ممكن غير استعجاليه غير ما غنغي حاموشني الا تنهزاز المواط ماذا قامت به الدوله المغربيه لتدبير الكوارث كي المواطن ثاني تين الحسيمه هذ قيمة غمر ما تنهز المواط تفوصلا وين وتهز غابار كينشي تيغني الساعانيه ما يمكنش اذا غير نقاط غاص طابع استعجالي ممكن توقد من الذكرى 40 يوم كما ممكن ان نكمل دخل الملف المطلوبي في اوقات اخرى اذا ممكن انا في شناليه زي الجمع العام نغاي السكوان نغاي خدمن على اشراك الساكنه في صياغه الملف المطلوبي والملف المطلوبي قام ما يمكنش ثلاث سوق زعما كي الجمع فيه ولا نسى شحال بقى خمسه سته يودان ما راه تواكسين ديال الافكار ممكن اسنك الصياغه ما راه نقيمش الشكل الاولاني تقرا ممكن الملف المطلوبي انا نداوي سنين شنو راه الزوال نداوي الملف المطلوبي سنين نهزو انا وضع 4 نقاط ناخد 5 ولكن كيش هاني شريط تفغان الملف المطلوبي متكامل يعبر مطالب ساكنة للحسيمة زيد طاف امين نجان كير كامبو امين نجان كير مدين امين نجان كير جبل امين نجان ذا وتحية نضالية باش نطول شي غايث مثلا حيا غوما ثنا محمد بحرارة اذان ودقيق فنجينية يا ثنا يرناكم ثلاثان دقايق روح هذوك شي 4 دقايق تواريغ المداخلة كيما الجدول اعمل كسر ظن النقاط وري غيث مثلا غاسل من غاس شيورين باش وخصنا تعصي في خشي بزاف اشنا نو دقيقه
فروخه تدور ضام عن دقيقتين هنا تحاول تركز المداخله نكون اديني افكار واضحه هذوك الشغاوه روح حاليا يوم ما تنغي الياس شكون دخلينو يتمنى بزيارو يعني بالنسبة لتفعيل المي في المطلبي يعني النير وعاوض قاخت وعيدها وكرروها أنه شنين وغانبو الملف المطلبي والملف المطلبي شنين وطلب شنين شنين غانر ملف حقوقي يخصانا غاد دار الحقوق النر من بين الحقوقي حقوقة فينا الحقوق قيل الحق الحياة تصعبي شنو غانر شين حق قيل الحياة دم الزيارو وعاد محرغني للحق قيل الحرية الحق السعي وراء تسمى السعادة إذا ميكس ما طار مش مش مثلا أنت عايش الحياة أنت عايش أنت طارو أنت قص أنت بيجيت الحياة وأنت عايش الحياة ها ما خلص بقى يا نصر خويا نصير السلام عليكم وعليكم السلام تحية شعار مجددان المشاهد الكريم يرزو الزكي تسرى مباشرة من يقوض الاجتماع من عنات المقترحات من طريقة الاستعداد مغسقاني الأربعينية جن تحية نضالية عالية إمارة 12-12 نغني لأن يتبعنا عبر صحانكم من الألت بريس أمخصمم على أنه في ظل تجاهل النظام السياسي القائم في البلاد الحركة وانيتي نشين مقرب على أساس أنه نحاول أن نصعد لأشكال النضالية النظام فبالتالي نحاول أن نضغط على أساس أنه المخزن والتي يرضخ الإرادة الشعب والتي يفغني الطلب نسبة حقوقية المشروع فبالتالي أمخصنا أنه باش نيري بشكل ديمقراطي نيري أكثر ديمقراطية ندعوها لاجتماع اجتماع عام تحضن جميع الأشخاص وجميع الأحرار والشرفاء نغي يحضن الاجتماع والتي يكون أذيد لا الرئيس سل المقترحين ومخصنا على أنه ربما سابقة للاجتماعات أنه هذا يوقع اللايف بشكل مباشر وهذا يجب أن نقترح فيه على أساس أنه إذا ما تنوص في ثمانة في جنوب أوروبا نغي تعذر نخصة ياسن لأسباب خاصة ولظروف خاصة أنه تتبع لنا في الاجتماع من يتوقع داخل الاجتماع حماس السنين أنه نشين تشتغل وأنه نشين تحاول ما أمكان أنه أنا نحاول أن نقترح الأشكال النضالية نغي جعلن إذا نطفنا الشارع لأنه وجد العدد يغني الطالب من الشارع اثنين تول إكراها في وضع المسائل إذا من عن لأنه القرار وجيش القرار للفرد أو الأشخاص بقدر ما هي يتأسد بشكل ديمقراطي على إيه؟ أما خصنا على أنه نرى الاجتماع التي أفضى إلى أنه إذا اقترحنا نطفن فيه شيء إن شاء الله 25 ربما تيري وقفة لأن عاد الحضايا ثانية عاد ونوض شيء أن قرر بالضبط وشان يقوى وقفاني غماسيرة بقدر ما أنه المهم ذي وشان إن شاء الله هتنفقها 25 ربما تنوقف عن المحكمة الابتدائية لأنه ذي تجاهل واضح من طرف الدولة بخصوص التحقيقات والمطالب اللي نذن والأكثر من ذلك أنه المحكمة يثانية بحكم أنه تتحمل مسؤولية بشكل مباشر للتحقيقات القضية يثانية محسن فكري وكذلك القضايا الأخرى في وشي إن شاء الله عمو زارم أنه الخروج جديري 25 ولكن باش نستن من غانق من الفيل ثم أديري سبحانه إيجيجان ناصر الزبزافي لأنه نيش أقيقي لجنة الإعلام والتواصل أقل بعض مجموعة الأفراد سنع على أنه الحركة وانيتي الحركة قوى إن شاء الله المسار الصحيح إذا عاد أقاثن تفوند الشارع لأنه تحقق شيء من الزون الدولة تجاهل مسألة ثانية وكأنه الدولة قرر نصر فيها موانيتي راح تروح ماذا الداف نشقوها من غانيك مولوده ويمقى خمزة وزقاه لهذا الشيء قرر أنه الترهيب نكون التخويف نكون لن يثنينا ولن يخيفنا ولن نتراجع بل العكس نزداد قوة أكثر فأكثر ولهذا أحيي جميع الأحرار إجتجان المتتبعين سبحان أرض بريس نتباعا الآن لايفا وانيتي الاجتماع وانيتي قاركم على أنه نشين فوز كفوز حمانا وضع نحقق من نزو وزي الموقع وانيتي تناشد غيث مثلا سويث مثلا إجتجان وغيروبا يخصيشه ما تسميه ما سويث ما أنه الآن تمارس لخنا ضغوطات قوية جدا ضغوطات خطيرة ترهيب خطير من أجل أنه نتراجع جي الشوارع ولكن شين قررنا وعاهدنا على أننا نستمر جي الشكل نظالينا ولهذا تنشد حماية ما سويث ما أفهم دين جي مسيرات جي وقفات
أمام القنصليات أمام السفارات حمد الصيود من العالم على أنه المنطقة نعرف وبالخصوص ندينة الحسيمة تعيش جن مرحلة خطيرة جدا سيجن حاجة قناص الظهير العسكري يتعتبر ظهير يتعتبر المنطقة منطقة عسكرية. أيعقل أيعقل زي 58-59 يومنا هذا على الحسيمة تعتبر منطقة عسكرية؟ بالله عليكم وكأننا نشين مجموعة من الإرهابيين مجموعة من المتطرفين وغنبوا الحق للحياة وغنبوا الحق للحرية وغنبوا الحق لأنه سيستخدم المواطنين الظاهرة ونيتي تحاول ما أمكن أن يجعل هذا يعتبر المنطقة يثنيتي ديجا المنطقة عسكرية مما يعني أنه المنطقة يثنيتي تهدد بشكل مباشر السياسة المخزن تنتي فبالتالي الظاهرة ونيتي عاجزة عن الحديث عنه الدكاكين السياسية عجزت عنه أن يتحدث عنه الكثيرون لأن في الأمر مخزن قاس اللغة الشارع إنا فبالتالي نهارا شتش من تفغى الشارع عن طلب مجموعة الحقوق نغني جانت مشروعة ونقارس نييث مثلا غدا مساد كوروبا أقل يجب مرحلة حساسة يجب مرحلة تاريخية سلمك النيو لا قدر الله ونسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا لا قدر الله أنه من يغفشل وتتمشي على أنه المنطقة يخسي وقع احتازي من يوقع 58-59 وتتمشي أنه المخزننا ضعفا المخزننا إرهابي متطرف يمارس كل أنواع الترهيب والتخويف للمنطقة يثانيتي سيتي ما يثمثنا أوكي دخل مرحلة المسألة يثانيتي أتفهم أفهم لأن تسندم ذي سوي ثماثكم أي ثماثكم قمرك الحركة وقع الشين حزده تتمش أنه سيسود الاغتصاب والاعتداء والترهيب والتخويف أي ثما سندمانا فهم كذا نغانوا مع بقوة أمغتنها تضامنها مزقارو لأنه حقيقة هل أخويا نصير ما علين السور أمتنا نصير السور بحرقة السور من القلب باش يكون دي الصوت تبرات باش تسم بانه يجن مسؤوليه عظيمه جدا وثقيله انها يتحملها ويتحملها الجميع المتضامنين المشاركين ديال المسيره تاع هذه الحركه ذا المطالب كي جانت طواف عند يعني قدين يعني من داكم غاني الدموع يعني تجري من عينيه حرقه وغيره خل المنطقه وحبا للوطن بأكمله من طنجة إلى القويرة لذا سنجي جنروق فيه مثلا نصير هذا استعد هذه كمرة ورينس بحرارة ومثلا نصير هذه مجموعة من الأشخاص كمرس المنطقة يثنتي تمرى زيج مرحلة خطيرة ونسيتي مزاكم المساندة لكم تضامنكم لأنه السن من غيوق عنق المنطقة يدي في حالة مغذك أنه يفشل الحركة ونيتي نشين الحمد لله نزول نغى الشارع نزول عادي وننطفقنا الشارع أمن نصر القاضي نسن مما يعني أنه أنهار الزوني وذان الحق نسن يكفينا فخران أنه التواجد تكيد نغى النساء تذيج القوة نسبة نشين نساء التواجد نساء أكيد نغى الحركة ونيتي يوشان غيج القوة طام قرنت حما أنه السن نتحمل مسؤولية النار أطفال شيوخ عباد الله تفرنا كيذنا كيف يعقل أنه يتم التجاهل إيوذان غينا انهار مخصصنا أنه الحقد الدولة المغربية تجاه المنطقة يثانيتي إجن حقد بغيض إجن حقد تسمى المنطقة يثانيتي مما يعني أنه رزون على أنه المنطقة يثانيتي وتنتي عشي وتقدم شي الزونة الجنديج المنطقة عسكرية أكس مارسن السياحة الجنسية سن إيمي مقال البطاريق الخارج السنة تي وذن تكسن ناسن في مورانسن إيوغانس هاجانسن وقاخت أنه روخة مين يجعل ليث مثلا أوروبا أنه هو فن أوروبا وشي حديكا هذي قيمة العائلين حديكا هذي سمحك إذ ماضينس وش كومي الصوفان الصوفان مش سياسة الدولة يثانيتي سياسة النهج كونترا يوذانا مارسن التهجير القصري حما فن التوترشنج العالمي كمان ما غزع ما غا وتتوم شيء ما سويت ما غاكم القوة كفوسنكم غاكم يجن القوة طام قرنت كفوسنكم ولا وهي غاكم الدوفيز اللي تستهدف مداني توزك تستفادن وزك تستفاد بالمنطقة كل شيء ما نختم اثنين لكم يكتين 22 سل أطمان بيث انتاوي انتا المناطق الأخرى حماد قنت المشاريع ما غاثين عاشين كم شو زك تستفيد شي ثانيتي وهذا حقنا غا عباد الله ما معنى كنو تستفيد في الدوفيز ثانيتا جاسن ثانيتا فكسين كوميان السهوان حماد قن مشاريع ولهذا كنو ديجن قوة ضاغطة أقشكم جروبا أفهم مسيرة أفهم احتجاجات سيوم من الرسائل لكم حاكم من مخزن نوانيتي طالب فيه ذاني قد جان قد دول الأخرى حماد طلبنا لنا كذنا لأن من توقع عن ذاك المنطقة شيء خطير جدا والسلم السياسة من مخزن نوانيتي من قد 58-59 اختص من الأمهات لنا اختص من سوثما اختص بسوثما ذنا ثاني جن السياسة كهما نغيو ذانا فبالله عليكم بالله عليكم وش يطحت زمانيا أي إثما سو إثما أناشدكم فضلا وليس أمرا أنه أطفهم بمسيرات بمظاهرات قسم لتوقع النهار ما إجن السياسة خطيرة
نهار ما سلم انه مرض راح مسبيطا وني ذافي ثارو تجي سبيطا. كيف يعقل خمسة يضبيضن عباد الله الساكنة 600,000 ساكنة غاس خمسة يضبيضن وخلي الخمسة يضبيضن وخدم شي بشكل قانوني ويتغطى خوانيتي ويسنفر خوانيتي رمويتو قيع شاروينا غير بحريا سهجان ثنابارة. المحكمة ذنيتي حدث ولا حرج فساد إداري. ولهذا السيتي والطلب زكم أنه الخروج نكون ذيها وتجيشي حما تنصام إجن الفئة بقدر ما أنه تنصام أعرف لكم أتنصام خليد رجلون لكم يكفون ضحان من أجل المنطقة يثاني تسيدها من زن حما المنطقة يغسير الشأني نس بشودي تيفشي المخزن أذي عيه الفساد دانيتي لأنه كن يوسيخ فينكم أمو خسنم نهارا نهاية تسم ذا قنبذو ذانيتي كن يوسيخ فينكم تشذهيم لأنه تسم دو تيفم سبيطارة في كنو التعامل تعامل سيلبي تنظر نضغاكم نهاية غاس سلافم في نعاشينوها ساندمانا قد مساندة يا ثانيتي وهي لمصلحة الصالح العام وتجيش مصلحة فئوية أو شخصية أو ذي نيقات. لهذا نهام يفقوا من هام زيارو الشوارع حقيقة صفح من غيجو طاحي مغا ولكن سيتي مأثيري ليجن الاستمرارية أذيني بشتي ليجن قوة ضغطة المخزنة وانيتي ولعل وعسى أن سحس أنه رنشين المواطنين وتجيبوا في الحيوانة ثمخان غدي غزاء المخزن. وتحية نضالية خويا نصير باختصار شديد ليجن مجموعة من تساؤلات الإخوان النغوالة والتنيذ باختصار شديد سالدرجة على أساس من طريقة ميزي غضر أسلم وغضر أسلم من تعنى بعض المطالب نجا المهمة أظن طاف عم ومثال زمان طاف عم باش توحق انت يعني هنا مجموعة من التساؤلات سينو يقارك مجموعة الأشخاص قانك يعني مرا وذين بالمطالب معينة يعني وذين ولوق الحراك في حالة مرا ذين المطالب عادلة ومشروعة ومثال زمان طاف عم وثال زمان كنت تحقق من المعلوم أو من المعروف أنه من المين تفرنش من اللي كان خرجوا إحنا للشارع أكيد أننا كنخرجوا مطالبة للحقوق ديالنا. كان من المفروض على الدولة المغربية هي اللي غادي تنزل عند هاد الناس هادو وغادي تتحاور معهم وتقول لهم شنو بغيتو ماشي إحنا اللي غادي نرفعو لأننا أصبحنا اليوم ما هو حقنا وكأنه نتسول. اليوم إحنا اقترحنا واحد مشروع ملف مطلبي حطينا فيه مجموعة من المطالب اللي هي أساسية وآنية خصها تفرض من بينها الإصلاح في الميناء اللي كتوقع فيه فضائح واللي كيلوبي خطير تما اللي كيحاول يستفز يستغل ديك الثروه السمكيه لصالح فئه معينه. كنطالبوا بالمستشفى عيب وعار انها المنطقه تاع الحسيمه بحال هادي او المنطقه الريف كامل ما كيكون فيه سبيطار واحد حتى الكلينيكات عباد الله ما عندناش كلينيك هنايا اللي نقدروا نقولوا مثلا كيتوفر على انعاش ما كاينش كلينيك هنا في الحسيمه كيتوفر على انعاش مما نحن نضطر للخروج الى باقي المدن المجاوره من اجل العلاج. كيف يعقل ان المنطقه تاع الريف اللي معروفه بسميتو بالمرضى السرطان اكثر المناطق يعني اللي كيتعرضوا للسرطان هي منطقه الريف ما عندناش مستشفى كيعالجوا فيه الناس وخصو يضطر الانسان يمشي حتى لوجده او يمشي حتى الرباط. كذلك ولات كنطالبوا بتوفير فرص العمل من اجل انه الناس تخدم ما عندنا تا معمل ما عندنا تا شركه. اي عقل المنطقه الريف كلها ما فيها لا معمل لا شركه ما معنى انه اليوم غتكون الدوله كتجاهل هذه المنطقه هذه. اذا كان الريف تعتبره الدوله المغربيه جزء لا يتجزا منها ما معنى انه المواطن اليوم في الريف اقل قيمه من المواطن اللي كاين في الصحراء. ما معنى انه اليوم كاين تعامل مع الريافة في المؤسسات هنايا بنظرة احتقارية كأننا داخلين الكوميسارية ماشي داخلين الإدارة. ولهذا أيها الإخوة والأخوات خصكم تعرفوا على أنه اليوم خروجنا إلى الشارع ما هو إلا خروج احتجاج على السياسة المخزنية تجاه هذه المنطقة هذه. وتحية نضالية عالية. شكرا جزيلا خي نصر تحياتي. إذن هذه هي أهم التوضيحات اللي قدمها الأخ ناصر بعد هذا الاجتماع هذا وتحضيرا واستعدادا للأربعينية واستعدادا للوقفة اللي غتكون غدا إن شاء الله. إذن تقريبا غيترفع الاجتماع وكنحييكم جميعا وكنشكر جميع المشاهدين الكرام اللي قلوبهم معنا وقلوبهم على الحراك السلمي الراقي المتواضع من هاد الناس المتواضعين. وتحية لجميع الإخوة والأخوات في كل مكان في ربع الوطن وخارج الوطن
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.